الو. طيب على بال ما يجي لنا دكتور خالد حنفي نتكلم عن ما اعلنه بالامس الزميل مصطفى بكري وفي البرنامج حقائق واسرار، وقال ان انا عندي يعني معلومات بتقول انه وزير التموين قاعد في فندق سيميراميس واخد جناح وجنب الجناح اوضه للحراسه والجناح ده مش عارف ايه وبيدفع مبلغ مش عارف كام، المهم المبلغ حوالي 7 مليون. والسؤال لاي مواطن من امبارح شاف الحلقه او سمع او شاف اخبارها، طيب سياده الوزير مساء الخير. مساء النور، اهلا يا استاذ احمد، اهلا بيك. حضرتك مقيم في سيميراميس؟ مقيم في سيميراميس، وعلى فكره ده مش سر ومش اكتشاف، يعني اكتشف امس. ده امر معلن لكل الناس ولكل من يتعامل معايا، وما اعتقدش ان في حاجه بتمنع ان الواحد لما يكون مغترب انه يقيم في فندق، فده امر موجود وحقيقي ومحدش حاول ان هو يداريه. يعني انا من قبل ما ابقى في الوزاره وانا بقيم في هذه الفنادق، لاني من اسكندريه فلما باجي القاهره طبيعي جدا ان انا بنزل في فندق. دفعت 7 مليون خلال 3 سنين؟ يعني خلينا نقول كلام الناس حتى عشان اللي بيسمعوك يصدقوه. في حد هيقيم في فندق ويدفع 7 مليون جنيه؟ ده رقم يعني كان الواحد بيشترى بيه قصر، مش اقام فيه في فندق. فطبعا الرقم، مع الاحترام لمن ذكر هذا الرقم، كان لازم اللي بيذكر ارقام يكون عنده شويه دقه، بدل ما تتقال ارقام للناس تشككهم في كل حاجه في الدنيا، لان الارقام اللي اتقالت لما يسمعها المواطن البسيط بيشك في كل شيء بيسمعه. طبعا الرقم مش مظبوط على الاطلاق. لا الرقم يعني ولا قريب من الصحة، يعني ولا قريب خالص منه من أي نوع على الإطلاق، رقم ملوش أي علاقة بهذا الرقم على الإطلاق. أنا مقيم في فندق سيميراميس لما توليت الوزارة، لأن أنا من اسكندرية والوزارة ما بتوفرش لا استراحة ولا بدل إقامة ولا مكان للإقامة. كان ممكن إن في ظروف أخرى كان الوزير يستغل منصبه بانه هو ياخد مقر اقامه من احد الشركات او الهيئات او الجهات، انما انا ما عملتش هذا الامر وتحملت على نفسي ان انا اقيم في القاهره في مكان قريب من الوزاره، وكان هذا الفندق هو اللي قريب من الوزاره، وبالتالي اقمت فيه لان ما كان البديل الثاني ان انا اشتري بيت، وما كنتش اقدر ان انا اشتري بيت في القاهرة. لا الفندق إقامته أرخص من البيت لو حضرتك كنت اشتريت بيت؟ دي حاجة شخصية يا أستاذ أحمد. أيوه أنا يعني أنا بسأل. أقيم في فندق أو أقيم في شقة، إن أنا أحب إن حد يخدمني أو أقيم وأجيب حد معايا، دي حاجات كلها حاجات شخصية جدا مفيش حد ليه دعوة بيها. أنا اللي مسؤول بيه قدام الرأي العام إن أنا قاعد في مكان بدفع ثمنه من جيبي، من فلوسي الخاصة، بدفعه من الكريدت كارد بتاعي بيتخصم على حسابي في البنك. فيش أي جهة في الدنيا بتساهم بجنيه في هذا الأمر، طبعا الحكومة أكيد لا تساهم في هذا الأمر ولا أي جهة أيا كانت تساهم في هذا الأمر، وده موضوع ما فيهوش يعني ما فيهوش جدال وما فيهوش وجهات نظر، لأنه أمر بيتم بشكل واضح جدا. وعلى فكرة احنا يعني ما هوش اكتشاف يكتشف أمس، أنا بقالي زي ما أشار الأستاذ المحترم مصطفى بكري إن أنا بقالي 30 شهر، فالامر ده معروف من 30 شهر. لو كان في اي احتمال لاي شيء مش مظبوط كان اكيد من 30 شهر سيتم مناقشته. سياده الوزير، لو انا بتكلم قدام الراي العام وبالراحه كده عشان نرد على كل الكلام من امبارح لحد النهارده، واللي هو الجزء ده تحديدا انا معني بهذا الامر، والمواطنين والمشاهدين اللي بيتابعوا حضرتك عايزين يفهموا من الوزير، وحضرتك ما اتكلمتش من امبارح واول مره ترد حول ما ذكره زميلنا الاستاذ مصطفى بكري، انه لا دخل للحكومة أو وزارة التموين أو أي شخص رجل أعمال شركات تابعة للوزارة بيدفع أي جنيه في إقامة الوزير، ولا جنيه واحد. الفواتير اللي بدفعها بشكل واضح من الكريدت كارد بتاعتي وبتتخصم على حسابي في البنك، الحكومة ما بتدفعش. ده أنا المفروض يعني من يحاسبني هو أهلي وأسرتي اللي أنا بضيع مدخراتنا علشان اقدر اقيم بهذه التكلفه اللي على حساب ولادي وعلى حساب اسرتي، لان انا بدفع ده. الامر كان ممكن ان يتم التحايل، وان الواحد يكون موجود في مكان
وده كان حصل في عصور وفي أزمنة أخرى، إن كان ممكن ندور على مكان له علاقة بالوزارة، بشركات، بهيئات، بجهات. ما عملتش ده طبعا، والأمر في منتهى الوضوح والشفافية. أنا بقول لحضرتك تاني وبكرر تاني، إن وده أمر ما كنتش أحب إن أنا ناقشه حتى على الرأي العام، لأنه أمر شخصي. والطبيعي إن البني آدم الطبيعي إن هو لما بينزل في فندق بيدفع تكاليف الفندق من حسابه. جايز يكون في ناس عقولها أو هي معتادة على أمور غير ذلك، فلذلك بتذكر إن مفترض إن الإنسان لما ينزل في مكان إن حد تاني هيحاسب له. إحنا مش كده، لا أخلاقنا كده ولا طباعنا كده ولا تاريخنا كده ولا مجال عملنا اللي إحنا طول عمرنا بنعمل فيه يسمح بذلك. فأرجو إن تكون الأمور واضحة، لأن لا يليق إطلاقاً إن يخرج إعلامي وهو عضو برلمان وهو عضو لجنة تقصي حقائق ويصر على أن يبث آراء ويصر على أنها حقائق وأسرار وما إلى ذلك، وهي مش حقيقية. هي صيغت في شكل تساؤل، لكن تساؤل كان الحقيقة أضر بي أنا شخصيا وأضر بأسرتي وأضر بحاجات كتيرة جدا. لا يليق أن تبقى الأمور تصل إلى هذا الحد. ده أنا عايز أقول لحضرتك أن زميل آخر له وهو أيضا إعلامي وعضو برلمان وعضو لجنة تقصي الحقائق، ادعى أيضا على الهواء أن الأستاذ الدكتور خالد حنفي لا يحمل الدكتوراه. أستاذ الدكتور خالد حنفي هو أستاذ ودكتور، وكان رئيس قسم، وكان وكيل كلية، وكان عميد كلية، وأشرف على رسائل دراسات عليا، ودرس في الخارج وفي الداخل، وتلامذته سامعينك دلوقتي. يعني حتى الادعاء كان عجيب جدا، وانا بستغرب ان يجي حد زي الاستاذ جلال عوارة او زي الاستاذ مصطفى بكري يجعلوا من هذه الامور مجال للنقاش. انا عارف ان يمكن ده بيثير الحديث وبيخلي مجال كويس للقيل والقال، لكن الحقيقة احنا مش محتاجين ان احنا ندخل في هذا الامر. وانا الحقيقة متضرر جدا جدا من الاقحام بامور شخصية الى هذا الحد، وان ابقى مع حضرتك على الهوى عشان اقول ان انا بدفع فاتورتي، لان ده امر مش محتاج ان انا اقوله، ولا يليق بي ان انا اطلع على الهوى اقول ان انا بدفع فاتورتي، لان ده امر بديهي وطبيعي جدا. ولا يمكن ان الدولة اللي انا بشتغل لحسابها والنظام اللي انا بشتغل لحسابه كان حيقبل ان وزير بقاله 30 شهر يكون حد بيدفع له الفاتورة بتاعته، او تكون الدولة بتتحمل الارقام الغير حقيقية اللي اتقالت. اولا الرقم خطأ 7 مليون طبعا، ولا أي علاقة به خالص على الإطلاق. طب ملايين ولا ألاف يا سيادة الوزير؟ مئات الألاف ولا ملايين؟ ألاف ألاف ألاف. وإن الحاجة الثانية أن السويت أو اللي بيقول عليه ما هواش طبعا 131 متر، معرفش الأرقام دي بيجيبها منين، إن مش عارف أوضتين ومش عارف أوضة إيه وأوضة سكرتارية أوضة الحراسة والسكرتارية حاجات كلها غير حقيقية جملة. حاجة الحقيقية الوحيدة ان انا مقيم فعلا في الفندق، وما اعتقدش ان في حاجة بتمنع ان البني ادم المغترب يقيم في الفندق. انا الحقيقة استاذ احمد يعني عملت المداخلة مع حضرتك لسبب مهم، ان دي نفس القناة اللي اذيع فيها، وعشان كده انا بحترم القناة اللي انا بكلم حضرتك فيها دلوقتي، لانها زي ما اذاعت الخبر بالامس اهتمت النهاردة ان هي تسمع الرأي، وانا ما كنتش ابدا احب ان ده يصار بالشكل ده. انا الحقيقة متابع مواقع التواصل الاجتماعي كلها، وكلها الحقيقة متضررة ان نستدرج الى هذا الحد في الوقت اللي البلد فيه بالشكل ده، تستدرج لكلام بهذه الطريقة، والكلام يصدر من ناس مفترض ان هم بيتقصوا الحقائق ومفترض ان هم بيدافعوا عن حقوق الشعب. ده بيعمل بلبلة كبيرة جدا في الشارع ومزعج جدا. شايف نبرة حزن؟ طبعا نبرة حزن، ان يصل الناس الامناء على الشعب ان هم يا اما ما بيتحققوش من المعلومات اللي بتجيلهم، يا اما هم بيقولوا معلومات غلط وهم عارفين انها غلط. وفي كلتا الحالتين نشر الاخبار اللي بتثير القلق عند الناس وبتزعجهم وتشككهم في كل امورهم، ده امر في منتهى الخطورة على البلد اللي احنا كلنا مؤمنين عليها. اذا كان في امر فيه شك او فيه ريبة، اعتقد اذا كنت انت مسؤول يبقى تقدر انك انت تتحرى عنه قبل ما تتسرع وتقول كلام يثير البلبلة وياخد وقت الناس في وقت البلد محتاجة فيه مجهودنا كلنا. وخلي بال حضرتك ان اللي بيحصل ده عملية احباط ممنهجة لكل من يحاول ان يصلح او يغير، لكل من يحاول ان هو
يضحي بأشياء كثيرة علشان البلد دي تتحرك وتتقدم. أنا الحقيقة مستاء جدا على المستوى الشخصي وعلى المستوى الإنساني، على مستوى أسرتي وأصدقائي ومعارفي مما يحدث هذه الأيام، وقد يبدو للبعض أنه هو بشكل ممنهج ومقصود، وقد يبدو للبعض أن ده تمن بيتدفع وتقال في الأول أنك هتدخل عش الضبابير ومش هتطلع سليم. وأنا الحقيقة يعني متضرر جدا، لكن العزاء الوحيد لنا هو أن الناس اللي في الشارع اللي أنا بقابلهم طول النهار، اللي كانوا بيقفوا في طابور العيش وما بقوش يقفوا، اللي كانوا بيقفوا في طابور البوتاجاز وما كانوش بيقفوا، اللي ما كانش عندهم حاجة اسمها نقاط الخبز وبقوا ياخدوها، اللي بنحط لهم برامج كتيرة زي جمعيتي وزي تطوير المجمعات الاستهلاكية وخلافه شغالين عليها علشان نقدر نعدي بالناس دي، والناس دي في عقل بالها بتقول أرجوكوا سيبونا في حالنا، خلونا نقدر يعني نحصل على شيء نواجه بيه أعباء المعيشة الكبيرة اللي قدامنا. بصراحة بدلا من اتفضل يا فندم، بصراحة هل فكرت في الاستقالة من امبارح لما لقيت الهجوم انت بتعرض له، لقيت انه كلام بيتقال ما حدش سأل حضرتك، اسرتك تضررت، عيلتك، قرايبك، اصحابك، انه انا كوزير باتهم باتهام حسب كلام حضرتك لا دليل عليه، هل فكرت تستقيل بصراحة؟ لا الحقيقة، لان الكلام كان صدى ايجابي بالنسبة لي، لان الناس اللي سمعت الحلقة معظمهم تضرروا، وبعضهم قال نعتقد إن ما أثير في حلقة الأمس يصب في مصلحة الوزير، لأنه بيدل على إن في قصد لتصيد أمور غير حقيقية. فأنا بالعكس يمكن ما أثير أمس أنا بشكر من أثاره، لأنه هو صب في المصلحة مش عكسها. يعني حضرتك لقيت رد الفعل بالنسبة لحضرتك أفضل إيجابيا مش سلبي؟ أنا والله بكلمك بأمانة، أنا من امبارح لغاية النهاردة قابلت ناس كتير جدا، تابعت السوشيال ميديا بشكل كبير جدا، وكل من كان موجود على السوشيال ميديا وأنا شفته وتابعته وكلموني أو شفتهم في الشارع، أنا قابلت مواطنين عاديين وأنا بتحرك في الشارع كتير، الناس كلها قالوا بدام الكلام بيتقال بالشكل ده، ده بيؤكد لنا إن في شيء ممنهج. تخيل حضرتك أستاذ دكتور عميد كلية لما يطلع نائب محترم يقول وعضو لجنه تقصي حقائق يقول معهوش دكتوراه، يعني امر حتى يعني، ولما يطلع حد يقول ان هو قاعد في جناح بالمواصفات دي وبالشكل ده وبالارقام دي دون التحقق ودون التاكد، كيف يمكن ان تكون بتتقصى الحقيقه وانت في امور بسيطه بتعلنها بشكل خاطئ؟ دلوقتي في طلبات لسحب الثقه من سيادتك واستجوابات في مجلس النواب، كيف ستواجه هذا الامر سياده الوزير؟ ده دور المجلس النواب المحترم، واحنا بنعيش دلوقتي مرحله ديمقراطيه ما عشناهاش قبل كده. الحكومه بتلعب دور، مجلس النواب بيلعب دور، وهي قواعد اللعبه الديمقراطيه كده، ان مجلس النواب من حقه يقدم استجوابات، الحكومه من حقها ترد على هذه الاستجوابات، اذا الحكومه اقنعت مجلس النواب كان بها، اذا لم تقنعها كان بها، وده امر ما فيهوش زعل وما يضايقش، بالعكس ده أمر طبيعي جدا ووارد جدا إن هناك تساؤلات وغيرة من السادة النواب المحترمين، وأنا على تواصل مع عدد كبير جدا منهم، منهم من هو مقتنع بهذه الاستجوابات ومنهم من هو عكس ذلك. هتكون هناك جلسة أعتقد هيحددها البرلمان لمناقشة هذه الاستجوابات وسماع الرأي والرأي الآخر. حضرتك هتروح المجلس؟ مش هروح بمزاجي، ده لازم إن أنا أروح، لأن ده المجلس لما يدعو مجلس النواب من حقه يدعو الحكومة، والحكومة لابد أن تستجيب، دي قواعد. لكن اللي أنا عايز أقوله إيه، أن الاستجواب في حد ذاته أو طلب إحاطة أو غيره هي أدوات رقابية من حق البرلمان أن يستخدمها ومن حق أعضاء البرلمان أنهم يستخدموها. وعلى فكرة لجنة تقصي الحقائق ارتأت أمور وشافتها ووضحتها، منها أمور كثيرة جدا ممكن تكون مفيدة ويبنى عليها، ده أمر ما فيهوش مشكلة. المشكلة في أن تبث معلومات خاطئة تثير الرأي العام، وأن يبثها ناس مفترض أن هم عندهم المعلومة السليمة، لكن خلط الأمور ببعضها وإظهار معلومات خطأ بأشكال مختلفة، ده أمر أنا أعتقد أنه هو لا يليق. وأنا عايز أقول لحضرتك أن هذه الحالة